الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن أكمل الكلام على الأوصاف بدأ الكلام على المصادر، وهي أصل الاشتقاق، ولذلك سميت مصادر لأنها عنها يصدر الفعل والوصف. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وكونه أصلا لهذا قال بمثله وفعل ووصف نصب، وكونه أصلا لهذين امتخب. كونه أي المصدر أصلا لهذين أي الفعل والوصف، أي هو أصل الاشتقاق امتخب، فهو السابق في التصريف عليها على الأوصاف والأفعال. وهذا الباب عقده لأمنية المصادر، ولا تحتاج إلى معان ولا إلى تصاريف، لأن التصاريف كلها من تصاريف المصادر، الأفعال كلها مبنية منه. وكذلك المعاني، لأن معنى المصدر الحدث الذي يدل عليه، ويدل على حدث مطلق غير متقيد بزمان ولا بفاعل ولا بمفعول، فمعناه الحدث. وقد عقد بابين للمصادر، فبدأ بمصادر الفعل الثلاثي، ثم عقد بابا آخر لمصادر ما زاد على الثلاثة، فقال: وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا. يقول: وللمصادر أوزان مقيسة وأخرى مسموعة. هذه المصادر بعضها مقيس وبعضها مسموع، والفعل الثلاثي لا يشترط أن يكون له مصدر قياسي، بل مصدره مرجعه إلى السماع في أغلب الأحيان. أما غير الثلاثي فلا بد أن يكون له مصدر مقيس، ثم يكون له مصدر سماعي بعد ذلك. أبينها معناه أنه سيسردها ويعدها أولا مجملة، ثم يبين المقيس منها، فسيعد هذه المصادر هنا سردا، ثم يعد لنا 10 مصادر هي المقيسة في الأخير أو المضطرد، ما بين مقيس ومضطرد. والمضطرد مرتبة بين المقيس والشاذ النادر، المضطرد الذي كثر ولم يبلغ درجة القياس. لذلك قال: أبينها أولا مجملة ثم أفصلها. هي كلها الأصل السماع، لكن منها ما يصل إلى درجة القياس فيكون مقيسا في كل وزن هكذا حتى لو لم يسمع من العرب، ومنها ما يكون مضطردا يعني كثيرا جدا، ومنها ما يكون قليلا أو نادرا. والشاذ فللثلاثي ما أبديه أي أظهره حال كونه منتخلا أو حال كونه منتخلا له. فإذا قلت حال كونه فقل منتخلا، وإذا قلت حال كوني فقل منتخلا له، أي منتقيا له، أي مزيلا لنخالته، أي غير مستوف جميع ما سمع. فالنخالة هي ما سمع من غير المقيس، أوزان الشاذ، فهو يزيل تلك النخالة ولا يذكرها. فلذلك قال: ومنتخرا حال من الفاعل أو المفعول. عد هذه الأوزان فقال: فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلة. فيأتي المصدر من الثلاثية على وزن فعل كضرب وقتل وصبر، ويأتي على وزن فعل كحلم وعلم وفسق. وطريقة الحسن في ذكر الأمثلة أن يذكر لك بعد ذكر المصدر الفعل الذي هو له، أي الذي هو مصدره، إذا كان مما يخفى عليه. المصادر التي لا تخفى أفعالها لا يتعرض لها، كضرب وقتل وصبر. أما الأفعال التي تخفى فيتعرض لها، فلذلك حلم وعلم وفسق قال فيها: من حلمك كرم وفسقك نصر. فعلم تعرف أنها فاعلة، لكن حلم لوجود حلم وحلم، لأن هذا الفعل من الأفعال المثلثة، فيقال فيه حلم وحلم وحلم، وكل واحد من هذه الأفعال معناه غير معنى الآخر. فحلم معناه صار حلما ككرم، وحلم بمعنى رأى حلوما في النوم، وحلم الجلد بمعنى فسد. وفسق كنصر، أما فسق فهي فعل مضارعها مضموم على الشهرة، يفسق كنصر. وكذلك فعل ك
كشكر وكفر لشكر وكفر كنصر فيهما. فشكر وكفر مصدران لشكر وكفر كنصر فيهما لأنهما فعل ومضارعهما بالضم على الشهرة. وهذه الأوزان الثلاثة هي أصل بدايات الأوزان، لأن الأصل في الأوزان أن يذكر المجرد ويبدأ منه بالمفتوح وتكون العين ساكنة مع ذلك ثم بالمكسور ثم بالمضموم. فأول وزن في الأسماء هو فعل ثم فعل ثم فعل، ثم بعد هذا تزيد عليها تاء التأنيث فتكون هذه الكلمات الثلاثة مصادر مجردة وتكون أيضا بتاء التأنيث، ولذلك قال أو بتاء مؤنث. فهذه الأوزان الثلاثة للمصادر قد تكون مجردة مثل ما ذكر، وقد تكون بتاء مؤنث، وقد تكون متصلة بالألف المقصور. ففعل إذا ختم بتاء المؤنث إذا كان متصلا بتاء مؤنث كرحمة ورغبة، وفعل إذا ختم بتاء التأنيث تاء المؤنث كان كنشدة وحمية، وفعل إذا ختم بتاء كقدرة وكدرة. ثم بيّن لك الأفعال التي تحتاج إلى بيانها فقال من نشد الضالة، أي نشدة من نشد الضالة كنصر بمعنى طلبها، كأنشدها عرفها، كنشدها بمعنى عرفها وفيه أنشدها. والغالب أن العرب يقولون نشد الضالة إذا سأل عنها، وأنشدها إذا ذكرها وعرفها. فالذي رأى الضالة ويريد أن يخبر صاحبها بمكانها هو المنشد، والذي يسأل عن الضالة ويبحث عنها هو الناشد. ولذلك يقول الشاعر تصيح للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد. النبأة الصوت الخفي، تصيح للنبأة أسماعه شدة نباهته إصاخة الناشد للمنشد. فالناشد يهمه جدا أن يذكر له مكان ضالته، تأشير أن نعم، فإذا سمع من يذكرها أنصت له. هذا من أحوال أهل البادية المألوفة. الشيخ رحمه الله يصف بعض هذه الأحوال في قصيدة في سفر سافره في الأعراب وكان بينهم في غير جنسه، ويذكر أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام لو عذبنه عذابا شديدا، قالوا هو الحبس مع غير الجنس. الهدهد الطير ضعيف كيف يعذب عذابا شديدا؟ قال عذابه هو حبسه مع غير الجنس. الحبس مع غير الجنس مصيبة. ولذلك يقول الشاعر محمد بن محمد العلوي شعرائنا لما ذهب إلى الحج مرة في طريقه المغرب يقول في قصيدة له آه لمغترب بالغرب ليس له جنس وإن كان محفوفا بأجناسه. الشيخ يقول في هذه القصيدة وبيداءتيها لا توافق قاصدا ترى الأسد فيها والسليكي راصدا يصد صداها صاحب الذود ناشدا ويعدو عداها طالب الرعي راشدا تعسفت مجهولاتها غير خائف كأني في جمع من الناس واحدا أبادر شعثا لا يوالون منزلا صلاب العجالا يتقون الأساودا ترى كل طاو أصحى للصوت شاحب حرام عليه أن يزور المساجد إذا روحوها حدثوا عن غريبها تذاكر طلاب العلوم الشواردا فهذا روى عن من رآها تواترا وهذا روى عن من رآها مفاردا. قل فيها ترى كل طاب أطحل الصوت شاحب حرام عليه أن يزور المساجد يراشي إذا جن الدجاء يطارد قودا بالموامي هواملا يحاكين في تلك الموامي الأوابدة يراشي إذا جن الدجاء بكراتها إذا بركت يأوي إليه المساجد وقد شد منها هاديات طرائفا بمرخ وخلى تاليات تلائدا إذا روحوها حدثوا عن غريبها تذاكر طلاب العلوم الشواردا فهذا روى عن من رأى الشواردا فهذا روى عن من رآها تواترا وهذا روى عن من رآها مفاردا ترى القوم فيها بين عال ونازل ومضطرب مثنى ثلاثة وواحدة. أي توري المصطلح الحديث
وقد قوضوا قبل الشروق خباءهم فردوا له سفعاء فدعاء فاقدا على ذي سمات أخرم الأنف خاشع تعود أن لا يبرح الدهر ناشدا فجاءت به والليل مرخ سدوله ولا صوت إلا العائدات عوائدا تبيت بجمع منهم متوافر وتصبح في قفر من الأرض واحدة. مقابلة عجيبة في هذا البيت الكلمة تقابلها كلمة من سمع هذا يظن أنه عصر جاهلية. وقدرك ضرب، فالقدرة من قدرك ضرب، المصدر قدرك ضرب. وكذلك الكدرة من كدر مثلثة، والمستوحى منها كان صرا يعني يكدر. أو الألف المقصور متصلة، هذه الأوزان كل واحد منها إما أن يكون مجردا أو أن يكون متصلا بالألف المقصور. ففعل إذا اتصل بالألف المقصور كدعوة، وفعل إذا اتصل به كذكرى، وفعل إذا اتصل بالألف المقصور كرجعة. فالدعوة مصدر دعا، والذكرى مصدر ذكر، ورجعة مصدر رجع. وسيأتينا أنها لغير الثلاثية أيضا الدعاء دعوة يكون أسماء مصادر، دعا دعوة وذكر ذكرى. وقد أبدع ابن مالك رحمه الله تعالى في الترتيب هنا، حيث بدأ بالترتيب الصرفي فذكر أول وزن من المصادر وهو فعل بالفتح في السكون، ثم فعل بكسر في السكون، ثم فعل بضم في السكون، ثم فعلة بالتاء، ثم فعلة بالتاء كذلك، ثم فعلة بالتاء، ثم فعلا بالألف المقصور، ثم فعلا بالألف المقصور، ثم فعلا بالألف المقصور، ثم بعد ذلك قال فعلان 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 ونحو جلال رضا هدى وصلاح ثم زيد فعلا. فقال فعلان بعد فعلا، وفعلان بعد فعلا، وفعلان بعد فعلا فعلا، وهكذا مذكورة في غير هذا في محل الاستقصاء في تصريف الأسماء. نسبة لفعل مثل شلل وعمن وما يشبهها ستأتي مقيسة لفاعل بالكسر، هذه خارجة عن المقصود، لكن فاعل هي النادرة جدا. لا هذه وصف ليست مصدرا، نقصد المصدر على وزن فاعل نادر جدا، أما المصدر الذي على وزن فعل فهو قياس فاعل بالكسر اللازم. نعم بالكذب وضحك ستأتينا عموما. فعلان وفعلان وفعلان ونحو جلد رضا هدى وصلاح ثم زيد فعلا. يقول إن من مصادر الثلاثي فعلان كليان وشلآن، ولم يجي فيها غيرهما، لم يأتي من المصادر مصادر الثلاثي ما هو على وزن فعلان إلا ليان وشلآن. وفي الأول الكسر فيها ليان، وبهما روي قول غيلان تطيلين لياني وأنت ملية ووصن يا ذات الوشاح التقاضية. في الرواية الأخرى تطيلين لياني وأنت ملية ووصن يا ذات الوشاح التقاضية. وفي الثاني التحريك، الثاني الشنآن فيه الشنآن ولا يجرمنكم شنآن قومي من لواه بمعنى مطله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم أي مطل الغني ظلم، وبه روي أيضا حديث مروي لي الواجد ظلم ومطل الغني ظلم يحل عقوبته أرضا. وشنئه كفرحة، وفيها أيضا الفتح فيها منع. وفعلان كحرمان ورضوان، الحرمان من حرم كضرب، حرمه كضرب يحرمه. وكذلك الفعلان فهو من مصادر الثلاثية أيضا كالغفران والرضوان والشكران. فمصادر رضية أربعة، رضوان ورضوان ورضا ورضا، كسر والضم في كل واحد منهما في الراء. فعلان وفعلان وفعلان ونحو جلا، كذلك فعل كجلا وطلب وغلب. من جلي كفرح فهو أجلى بمعنى أنزع، وهو الذي قد ذهب مقدم شعر رأسه من الصلع. وطلب كنصر، وغلب كضرب. وكذلك رضا ففعال
كرضا وصغر وعظم، وكذلك فعل كهدى وسرا ورضا، وما جاء إلا معتلا، لم يأتي على وزن فعلين إلا معتلا. وهذه المصادر ذكر الشيخ سدي النادرة منها بقوله لم يأتي مصدر على فعلاني فيما سوى الشنان واللجاني، وذكر بعضه زيادة عليه وهي الزيدان، زيدان بمعنى الزيادة، يقول فيه شيخي رحمه الله وزاد في قاموسه زيدان أجزاه عنا ربنا إحسانا. فهو المصدر الثالث فقط على وزن فعلان. وفعل لم يأتي قط مصدرا إلا تقا بكا هدى بغا سرا، أرحق لغا رضا بغا سرا. رضا بذا المقالي، الواو حفا هنا من ذي ألحق لغا رضا بذا المقالي، ولم يصغ من غير ذا اتلالي. فعل لم يأتي في المصادر إلا متلم. وفاعل فيه يقل كالكذب، كذلك فاعل قليل كالكذب، كالكذب وضحك وحلف كذا اللعب. كذلك فعال، لهذا قال وصلاح، معناه ونحو صلاح، معطوفة على المصادر المجرورة قبلها بالإضافة، إنه قال ونحو جلد رضا هدى وصلاح ونجاح وفساد ونفاد. فالصلاح من صلح كمنع وكرم، فيها صلح وصلح كما سبق، ومضارعها أيضا فيه الوجهان. وفسد كنصر، مضارعها أيضا فيه الوجهان. وفسد كنصر، ونفد كفرح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم فد فعل، كذلك من هذه المصادر فعل، سواء كان مجردا من التاء ككذب وضحك وسرق، من كذب وسرق كضرب فيهما، وضحك كفرح، وهو قليل كما ذكرنا، حلف من حلف أيضا، ولاعب من لعب، هذا إذا كان مجردا. أو بت التأنيث، وذلك كسرقة من سرق كضرب أيضا، وهذا نادر جدا. نعم، هو بدون التاء نادر فضلنا. وفعلة وفعلاء وفعلان، كذلك فعل وفعلة وفعلاء وفعلان. فعالة كذلك من أوزان مصادر الثلاثي، فعالة كالظرافة والنظافة ككرم فيهما، وسيأتينا أنها مقيسة في فعل بالضم. وبالقصر كذلك فعالة بالقصر كغلبة وضبعة ونحوهما، هذا من المصادر القليلة أيضا. والضبعة من ضبعة الناقة بمعنى اشتهت الفحل. والفعلاء قد قبلا، كذلك من أوزان مصادر الثلاثي الفعلاء كالرغباء والرهباء والهلكاء، من رغب ورهب كتعب، وهلك كذلك فيها الكسر والفتح كضرب وفرح. فعالة وفعالة وجيء بهما مجردين من التاء والفعول صلة. ذكرنا الفعالة وبقي الفعالة والفعالة، فهما أيضا مصدران من الثلاثي. فالفعالة كتجارة وكتابة ودراية، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في الأوزان المقيسة. من تجارك كتب، هذه التجارة من تجارك كتب، معناه أن مضارعها بالضم، فعل بالفتح مضارعها بالضم، تجر يتجر. وكذلك الفعالة كالدعابة والخفارة، فالدعابة من دعب كفرح بمعنى مزح، والخفارة من خفر كضرب وكتب، معناه مضارعها فيه الكسر والضم، خفارة بالضم. ويثلث خفارة والخفارة، ومعناها أجار، فالخفير هو الضامن الذي يجير على غيره. وجيء بهما مجردين من التاء، كذلك فعالة وفعالة يؤتى بهما مجردين من التاء، فيقال فعال وفعال في المصادر أيضا. ففعال كالنفار والإباء والجماح والجماع، والفعال كالصراخ والبكاء والدعاء.
فبين ما يحتاج إلى البيان من هذه الأفعال، فقال من نفرك ضرب ونصر، لأن مضارعها في الوجهان، وجمع كمنع وصرخ كنصر. والفعول صلة كذلك من أوزان مصادر الثلاثي الفعول، وصله بما سبق كالخروج والشيوع والنمي، فالنمي مثل ما ذكرنا من قبل في القاعدة الصرفية في فأصله نمو إذا كان هو من نمع، والنمي فالنمي مثل ما ذكرنا من قبل في القاعدة الصرفية في فأصله نمو إذا كان هو من نمع، اختلفوا فيها لينا يائية أو واوية أو هما معا، لكن الأصح فيها أن تكون يائية كما قال ثعلب، قال لما المال بمعنى كفراء ينمي نميا إن أردت المصدر. فنمي أصله نمو، فاستثقل اجتماع ثلاث واوات الضمة تعتبر مثابة الواو، فقلبت ثانية ياء وسكنت الواو قبل الياء فقلبت ياء وادغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة كسرة لمشانسة الياء لئلا يتقلب أيضا لئلا تكون سبب القلب. لو قيل نمج لا احتج إلى القلب، فلذلك قلبت الضمة كسرة فقل نمي. ثم الفعيل معناه ثم صيل الفعيل بما سبق كالرسيم والصهيل والذميل والجميز إلى آخره. وبالتاء ذاني أي الفعول صله بالتاء أيضا، والفعيل صله بالتاء، فصل فهذان بالتاء وبدونها يأتيان مجردين كما سبق ويأتيان بالتاء أيضا. فالفعول إذا كان بالتاء كالسهولة والصعوبة، والفعيل إذا كان بالتاء كالنصيحة والفضيحة، والفعلان كذلك من أوزان المصادر الفعلان، معناه وجيء بالفعلان كالجولان والدوران والهيمان والهميان والغليان والرجفان والذألان، الذألان من ذأل كمنع مشى مشية الذيب، ذيب مشيته هي الذألان، أو كبينونة كذلك من أوزان المصادر في علولة، ولكنها تخفف لثقلها كبينونة، فأصلها بينونة لكنها خففت للثقل، وكذلك صيرورة أصلها صيرورة فخففت للثقل، لذلك قال المختار بن بونا رحمه الله في الجامع وعين فيها علولة حتما أزيد. ومن النادر سماع إثباتها قولهم حتى يكون البحر كينونة، معناها يتكون كينونة أزيد. ومشبه شغلة كذلك من أوزان المصادر فعول كشغل وحلم ونسك، والشغل يجوز به تخفيف الشغل كما سبق، وفيه ما قرئ في السبع إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في قراءة كوفيين، وفي شغل فاكهون في قراءة نسوة. كذلك الحلم والحلم والنسك والنسك، فنظرا لاستثقال هذه الضمة تسكن للتخفيف. والنسك المثلث وفي سابقيه الضم فقط، فيقال نسك ونسك ونسك. وأما حلم وحلم وشغل فليس فيهما إلا الضم في الأصل، وأما النسك ففيه نسك والنسك بهذا المعنى. لشغل الشغل مصدر شغل كمنع، والحلم مصدر حلم ككتب، وأما نسك فكان صرى وكرم. هذا مما نظم الشيخ رحمه الله الشغل بالضم، هذه فيها خطأ، الشغل بالضم وضمتين، وجاء بالفتح وفتحتين، ضد الفراغ جمعه أشغال جمعه أشغال، وجاء في القاموس إلى المقال. الشغل بالضم وضمتين أي الشغل أيضا، وجاء بالفتح الشغل، وفتحتين الشغل هو ضد الفراغ جمعه أشغال، وجاء في القاموس المقال. وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلى، كذلك فعلل فعلل من مصادر الثلاثي كسؤدد
مساد يسود سؤددا، والسؤدد بمعنى السيادة. وكذلك فعول كقبول، مصدر قبل الشيء يقبله قبولا، وعوام الناس يضمونه، هذا لحن فاحش يقولون القبول، هذا لحن فاحش فهو القبول بالفتح. الحضرمي لم أظهر به إلا مشروكا، لم أظهر به في غيره إلا مشروكا كالهوي. قال الحضرمي لم أظهر به أي بفعول في غيره أي في غير قبول إلا مشروكا، معناه بلغة أخرى كالهوي، فإن فيه الهوية والهوية. وبهما روي قول سهير فشج بها الأماعز وهي تجري هوية الدلوي أسلمها الرشاء، أو هوية الدلوي أسلمها الرشاء. لا هذه غير، هذه مضافة إلى المتكلمين، ولغة هذيل فيها هوية، لكن ليست هذه ذيك هواء ذيك هون إذا أضيفت إلى المتكلمين. هنا نقصد الهوية والهوية بمعنى التدلي، هوى الشيء يهوي هويا أو هويا. لم أظهر به في غيره إلا مشروكا، نعم فيه المضطر الساقط فلا بد منه. هي من كلام الحضرمي في الله. مع فعالية كذلك من أوزان المصادر من الثلاثي فعالية مخففا كالعباقية بمعنى حسن الرائحة، والكراهية بمعنى الكره، والطماعية بمعنى الطمع. أفعالها كفرح منع كلها ثلاثية، عبق وكره وطمع. كذا فعيلية مخففا أيضا كولدت المرأة وليدية، وليدية أي ولادة سابقة لأوانها. فعلة كذلك من أوزان المصادر النادرة للثلاثي فعلة كغلبة، يغلب كضرب يغلب. ومنه قول الراعي النميري في قصيدته التي يخاطب بها عبد الملك بن مروان: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. أخذوا المخاض من الفصيل، معناه من وجب عليه في زكاته فصيل، نعم، يأخذون منه المخاض بدل ابن اللبون، فصيل يقصد به ابن اللبون، أصغر سن من تأخذ من هو الوحيد الذي أخذ من الذكور زكاة، مخيرا فيه بينه وبين بنتي وخاله، وهو غير فقيه في أحكام الزكاة. ذلك قال: أخذ المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. فهم يأخذون ما ليس لهم، ومع ذلك يكتبون في الأوراق أنهم أخذوا الأقل. فعلا كذلك من أوزان المصادر الثلاثية القليلة فعلا بالقصر كمرط وجمز وبشك. لمرط كنصر، هذه الفاء بدلها النام، لمرط هي مصادر لمرط كنصر، وجمز كضرب، وبشك كتب، وكل هذا معنى أسرع، نعم، بدل الفاء لمرط. رقم 6 لمرط. مع فعلوت فعلا كذلك من أوزان مصادر الثلاثي النادرة فعلوت كرهبوت ورغبوت، ويقصران فيقال رهبوتا ورغبوتا ورحموتا وجبروتا كذلك وملكوت. ومنه قولهم: رهبوتا خير من رحموتا، رهبوتا خير من رحموتا، معناه أن من يرهبك ويخاف منك نصيحته لك أكثر من نصيحة من يرحمك ويشفق عليك. هذا في عرف أهل الجاهلية. من رهب ورغب ورحم كسمع، هذه المصادر كلها لرغب ورهب ورحم. الرواية دائما عندنا لي كذا، لأن هذا مصدر لهذا الفعل وليس منه، لأن الفعل هو الذي يشتق من المصدر وليس المصدر مشتق من الفعل. فالرواية لرهب ورغب ورحم كسمع في كلها. وكذلك ملكوتا لملك كضرب، وجبروتا لجبر ككتب. فعلا كذلك من أوزان مصادر الثلاثية القليلة فعلا كغلبا بمعنى الغلبة، لغلبة كضرب أيضا. مع فعلنية كذلك من أوزان مصادر الثلاثية النادرة فعلنية
كسحفنية، يقال سحف رأسه سحفنية بمعنى حرقه. وفي القاموس رجل سحفنية محلوق الرأس، فجعل سحفنية وصفا لا مصدرا، لكن قد يكون من المصادر التي يوصف بها. كذا فعولية، كذلك من المصادر القليلة من الثلاثي فعولية، كخصه بكذا خصوصية. والفتح قد نقل، كذلك نقل فيها الفتح فيقال الخصوصية كالخصوصية. ومفعل مفعل ومفعول وبت التأنيث فيها وضم قل ما حمل. ذكر هنا أن من أوزان مصادر الثلاثي مفعلا ومفعلا ومفعلا، لكن الواقع أن هذه من أسماء المصادر كما سيبينه إن شاء الله قريبا. مفعل كمدخل، ومفعل كمكبر، ومفعول كمهلك، وهذه كلها ستأتينا إن شاء الله في أسماء المصادر الميمية، فلا معنى لذكرها هنا في المصادر. وبت التأنيث فيها كذلك، فمفعل بالتاء مفعلة كمرضاة، ومفعل بالتاء كمحمدة، ومفعول بالتاء كمهلكة، كلها ستأتي في أسماء المصادر الميمية. وضم قل ما حمل، يقصد أن الضم في المفعول قليل في لغة العرب، قل ما حمل عن العرب، لذلك ليس مقيسا. وبهذا انتهت الأوزان التي ذكرها، فيمكن أن نعدها. فقد ذكر فعلا وفعلا وفعلا وفعلة 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 وفعلا وفعلا وفعلا، هذه التسعة في البيت الأول من المصادر. ثم فعلان وفعلان وفعلان وفعلا 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 وفعالا وفعلا وفعلة وفعالة وفعلة، فتلك عشرون. والفعلاء وفعالة وفعالة وفعالا وفعالا، والفعول والفعيلة والفعولة والفعيلة والفعلان والفعلولة والفعول وفعلنا وفعولا وفعالية وفعيلية وفعولة وفعلا وفعلوتا وفعلا، تلك أربعون، مع فعلية وفعولية وفعولية أيضا، ومفعلا ومفعلا ومفعولا ومفعلة ومفعلة ومفعولة، فتلك 49 مصدرا. نعم، لأن الفتح قد نقل ما عدها وزنا مستقلا. ثم شرع يفصل فذكر 10 أوزان مقيسة، وبقيت 38، فالمجموع 48. فهذه أيضا فيها خطأ مطبعي، المضموم من المفعول بدون واو. فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت من فعال جلاء. يقول فعل مقيس المعدى، أي مقيس مصدر المعدى، أي الفعل المعدى من الثلاثي، وهو إما أن يكون من فعل وإما أن يكون من فعل. ففعل كالضرب، وفعل كاللثم، واللثم التقبيل. وقد قيده بالتسهيل، قيد فعل، قيد قياس المصدر فيها بفعل بأن تدل على عمل بالفم، كلقم وقضم ولعق ولحس سرط. وقال الحضرمي هذا القيد إنما هو في غير المضاعف، أما المضاعف فيكثر فيه فعله في المتعدي منه مطلقا، تعض وشم ونحوه. قد سبق ذكر ذلك في الأفعال المضاعفة من فعل الكسر، كما معها مصادرها في الطرة. والفعول لغيره، فالفعول مقيسة لغيره، أي للازم فعل بالفتح إلا ما استثنية، وذلك كخرج خروجا ودخل دخولا، ففعل اللازم قياسه بالأصل الفعول سوى ما استثنية، والمستثنى هو قوله سوى فعل صوت. فما دل على الصوت كصرخ ورغى وصاح فإنه يأتي مصدره على الفعال، فلذلك قال ذا الفعال جلاء، أي هذا، أي الذي يدل على الصوت، أي الفعل الذي يدل على الصوت جلاء، أي أوهر مصدره الفعال أو الفعيل. فالفعال كالصراخ والرغاء والصياح، والفعيل كالصهيل والنهيق والحنين. ويستثنى أيضا ما دل على داء أو فرار أو امتناع أو حرفة أو ولاية، هذه ستأتي أيضا.
وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن لا تعد كونه فعل. ذكرنا في الماضي ثلاثة أقسام من أقسام الثلاثي، ففعل المتعدي وفعل المتعدي قياسهما على فعل، وفعل اللازم قياسه على فعول أو فعال أو فعيل، فعول إن لم يكن للصوت وفعال وفعيل إن كان للصوت. وسنذكر استثناء آخر إن شاء الله تعالى، وما دل على داء أو فرار أو امتناع أو حرفة أو ولاية. والقسم الرابع فعل بالكسر اللازم، وهذا قوله هو ما على فعل استحق قياس مصدره إن لم يكن ذا تعد معناه بأن كان لازما كونه فعل، استحق كونه على وزن فعل، وذلك كفرح وجول وشلل وعول وعمل، فكل ذلك على وزن فعل. نعم فعل. وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجارية على سهلة. أما فعولة بالضم وهي القسم الخامس من أقسام الثلاثي، فإنها يقاس لمصدرها أن يكون على وزن فعالة أو فعولة، لذلك قال وقس فعالة أو فعولة لفعلت ورأوا لفعولة كالشجاعة والظرافة والنظافة والجارية على فعولة وجاري على سهلة كالسهولة والصعوبة. ويكثر فيها الفعل، يكثر في مصدر فعل بالضم أن يأتي على وزن فعل قرب وبعد ويسر وعسر وحسن وقبح ونحو ذلك، حتى قيل بقياسه فيها. وما سوى ذاك مسموع. ما سوى ذاك هذه المصادر التي ذكرناها، ما سواها من المصادر 49 أو 48 التي ذكرنا مسموع، إلا أن بعضه مضطرد فذكر ذلك المضطرد فقال وقد كثر الفعيل في الصوت، كثر كثرة اضطراد الفعيل في فعل بفتح الدال على الصوت كما تقدم. وفي السير كذلك كثر فيه الفعيل كالدبيب والدفيف والرسيم والذميل إلى آخره، ضروب السير كلها. والداء الممض شلا معناه وزن فعال فليقص لذي فرار أو كفرار بفعال جلاء. سيان ضبط الجلاء في البيت الأول بالفتحة والكسرة والبيت الثاني، لكن لا بد أن تخالف بين الضبطين لا يقع الإيطاء. قال والداء الممض أي المؤلم جلاء معناه وزن فعال، يغفر معناه وزن فعال، ففعل بالفتح إذا دلت على المرض فإن مصدرها يكون على وزن فعال كثيرا كثرة اضطراده، أو ينبغي أن يقاس. وإذا قلت جيلا معناه أي اسم معناه، اسم معناه أي مصدره وزن فعال، لكن الشكل الذي شكل به مخالف للطرة هنا، الأولى بالكسر هذا الأحسن والثاني بالفتح. كالزكام والسعال ومشاء البطن والرعاف ونحو ذلك، صداع كلها أمراض، هل يقص؟ هل ينبغي أن يقاس فيه؟ ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلاء. كذلك ظهر قياس مصدر مصدر فعل بالفتح إذا كان لذي فرار أو كفرار أي ما يشبه فرار بالفعال، فما كان للفرار كأبقى إباقا وشرد شرادا ونفر نفارا، وما كان لما يشبه الفرار كالجماح والإباء والعناد، لكن العناد يمكن أن تكون اسم مصدر من عاند فلا تدخل معنا، كالجماح والإباء. فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. كذلك من المضطرد استعمال الفعالة للدلالة على الخصلة وهي الوصف الحميد من كل فعل كانت، سواء كان على وزن فعل أو فعل أو فعل، فما كان على وزن فعل كالظرافة والشجاعة، وما كان على وزن فعيلة كالسعادة والشقاوة، وما كان مثلثا كالرجاحة، رجاحة العقل من رجاحة، ذلك قال كالظرافة والشجاعة والسعادة والشقاوة والضلالة ورجاحة العقل، فليس هذا محض تكرار خلافا لبدر الدين. بدر الدين بن مالك رأى أن أباه قد كرر هنا، لأن فعالة قد سبق ذكرها في مصادر الثلاثي في فعل بالضم، حيث قال وقس فعالة وفعولة لفعلتك الشجاعة،
وقال لماذا يقول هنا فعالة لخصال مع ما سبق؟ فيجاب عن هذا بأن ما سبق في فعل فقط، أما هنا فهي لخصال مطلقا سواء كانت من فعل أو من فعل أو من فعل، فليس هذا مخطى تكراري. ويمكن أن تخرج فعل منها فيكون المذكور هنا ما كان منها مصدرا لفعل وفعل. والفعالة دع لحرفته، كذلك الفعالة بالكسر تطرد في الحرفة والولاية، فالحرفة كالتجارة والكتابة والنجارة، والولاية كالسفارة والوزارة والرئاسة ونحو ذلك، دار العمادة. بيّن لك الأفعال التي تحتاج إلى بيان، فقال وزر يزير من باب وعد، وإمارة من أمر فهو أمير أيضا من باب وعد، وإمارة من أمر فهو أمير أيضا، ولا تهلا أي لا تنسى. ولم يذكر هنا فعلانا مع أنه ذكره بالألفية وذكر أنه يقاس في الدال على التقلب، فقال فأول للامتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلب، ما لم يكن مشابها فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول للامتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلب، إذا فعال ولصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهر. كان لازم أن يذكره هنا من الأسان المقيسة تدرك عليه فقط في الطرق ومذكر هنا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية خيلاء. لمرة فعلة يقول إن وزن فعلة يدل على المرة من الثلاثي سواء كان لازما أو متعديا، من المتعدي كضربه ضربة، ومن اللازم كركع ركعة وفرح فرحة، والمتعدي من فعل كشربه شربة. وفعلة وضعوا لهيئة، لا مثله في المعنى، الجماح ليس فرارا، والإباء أي الأنفة ليست فرارا لكن مثله في المعنى. وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. أما الفعلة بالكسر فهي للهيئات، تدل على الهيئات في الغالب، من الثلاثي كذلك سواء كان لازما أو متعديا، غالبا فيهما أي في الفتح والكسر في الفعلة والفعلة. وشذ لقاءة، شذ صوغ المرة من الثلاثية على وزن فعالة كلقيته لقاءة، وكذلك على وزن إفعالة كأتيته إتيانة، هذا نادر. كمشية الخيلاء وجلسة البدوي أي هيئة جلوسه، ومشية الخيلاء أي هيئة مشيه. نعم البدوي له هيئة في الجلوس، وهنا يشير إلى قول أبي الطيب المتنبي يقعي جلوس البدوي المصطلي بأرجل مجدولة لم تجدلي. البدوي إذا جلس ليصطلي على النار جلس هذه الجلسة مثل جلسة الكلب الذي يقعي إقعاء الكلب. كذلك ميتة الجاهلية عائدا بالله، ما ورد في الأحاديث الكثيرة مثل من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فالمقصود هنا هيئة موت أهل الجاهلية، موت على سوء خاتمة صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولهم يموت المؤمن ميتة حسن ويموت الكافر ميتة سوء، هيئة موت كل واحد منهما. وكذلك لبسة المتفضل في قول امرئ قيس فجئت وقد ضبت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، أي هيئة لباس المتفضل، متفضل مستعد للنوم ونحوه، أو المتبذل الذي لا يريد مقابلة الناس وكأنه لم يبقى إلا في فضول ملابسه، اشتقة من الفضول ليس من الفضل أو لا الفضل نفس الشيء معناها واحدة. وهذا محله إن لم تلازم مصدره التاء، وإلا فسيأتي إن شاء الله غير الثلاثي. ذكر هنا ابن مالك الفعلة والفعلة وبقي عليه الفعلة، فأراد الحسن إضافتها فقال الفعلة أقصد، فقال وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. هذا ليس من أوزان المصادر لكنه ذكره تتميما للفائدة. نحن ذكرنا فعلة وفعلة وبقي لنا فعلة، أراد أن يبين لك أنها ليست من هذا الباب، فقال ووضعوا فعلة لاسم مفعول كقولهم رجل لعنة أي يلعنه الناس، ورجل هزأة أي يهزأ الناس منه، ورجل ضحكة أي يضحك الناس منه،
قال أي ملعون ومهزوء به ومضحوك منه. مهزوء به ومضحوك منه. وإن فتحت من وزنه العين فصار فعالة يرتد اسم من فعل أن يكون اسم فاعل ذلك، وذلك كقولهم لعنة بمعنى كثير اللعن لغيره، وهزاءة بمعنى كثير الهزء من غيره، وضحكة بمعنى كثير الضحك من غيره. هذه من لعن